العرض ديال بنت الحاج هذا تقريبا راه مسيره ديال عام تقريبا هذه ديال الجوله في جميع بقاع المغرب. والعرض من تعتبر من مسرح الصالون اللي يعني مسائل اجتماعيه واسريه اللي كيعيشها بواحد لغه بسيطه اللي كيتوصل يعني لجميع الجماهير على جميع الطبقات يعني بواحد اسلوب وكتعالج المشاكل العائليه والمشاكل ديال المجتمع الحاليه. فرح المسرح كان ربما يعني الدعم باش ينشط المسرح، ولكن الدعم زاد هرس المسرح، لان الدعم ملي كيتعطى الدعم كيولي حتى الفرق كتولي تخدم على ذاك الدعم. لو يتعطى الدعم كجوائز للفرق اللي كتنشط، الفرق اللي كتقدم عروض غادي يكون اهم. فهنا كيولي الجمهور اللي خصو يختار. فكنا كنديروا مثلا وخصك ما تعلمش الجمهور يجي بدعوه، خاص الا ما كانش كي التيكيت يشري التيكيت كامل كمصر كفي جميع البقاع في العالم، لان كيتعود الجمهور يشري تيكيت ولو بواحد الثمن رمزي، ولكن كتولي عنده واحد التربيه مسرحيه. وعلى ذكر 2024 اللي كنتمنى للجمهور المغربي والمغرب قاطبة والمغاربة في المكان وفي العالم السعادة، وكنتمنى لهاد الأرض السعيدة وبلدنا الجميل وهذا الوطن العزيز دائما الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والازدهار. وشكرا. أنا ما غاديش نشهد على العرض ديالي، العرض ديالي أنتم اللي غتشهدوا عليه. أنا اللي كيهمني هو نجاح العرض، ويكون العرض مملوء بالمواضيع اللي هي كتهمنا جميعا، مواضيع الساعة، الأزمات، المشاكل، واللي هي بطبيعة الحال كنحاولوا نفسوا على الجمهور ديالنا ونعطيه أنه رحنا عارفين وحاسين به وحاسين بالمرارة أو السعادة. يعني كنشاركوا الجمهور والشعب المغربي، هو الفن ولا المسرح الرسالة ديالو هي هذه. وشوف أي واحد أول حاجة كيتمنى الإنسان هي السلام يكون عامة. إحنا مأزمين من هاد الحروب ومن هاد المشاكل اللي هي نايضة، مأزمين نفسانيا، ما بغيناش خوتنا يتكرسوا، ما بغيناش الناس تعذب وتموت هباء منصورة. الله ينصر دين الإسلام. كنتمنى السنة تدخل على الجميع بالرحمة والعفو، وربي يحبس علينا هاد الحروب جميعا. الجمهور المغربي رائع، والجمهور المغربي كيتسنط، والجمهور المغربي كيحس، والجمهور المغربي يوقع ليه اللي يوقع، دائما هو صاحب القلب الكبير وصاحب الكبرانيه وما كيصغرش وعمره ما غادي يصغر. وعاش المغرب وعاش الملك وعاش ابناء الشعب الوطن المغربي. نشكروا الجمهور الجديدي اللي حضر الحمد لله وواكب هذا العرض المسرحي ديال بنت الحاج، هذه الكوميديا الاجتماعيه اللي من خلالها كنعالجوا وكنوضعوا يعني اليد على مكامن بزاف ديال المسائل اللي كتلامس وكتضر يعني الانسان والمواطن المغربي. انا سعيده جدا كفنانه مشاركه في هذا العرض بشخصية الخالتي صفية، هاد الزمقرية اللي جاية من إيطالي وباقي عندها، ولكن عندها ذاك الحنين للوطن وتفكيرها دائما العودة إلى أرض الوطن، وباش تستثمر كل مراكمات ومتجربة ولو أنها دوزتها غير في تمارة وداك الشيء، ولكن فكرات بأن الرجوع إلى الوطن أصل. وكنشكر بزاف الاصدقاء ديالي، لان كما تعلمون انا بدون انانيه انا الممثله والشاعره، يعني واحد المجموعه ديال الاصدقاء الشعراء مجرد ما شافوا لافيش معلقه جاوا مساكن، كاين اللي جا كاع من ثلاث سيدي بالنور باش. وهذا الشيء ماشي بالنسبه للجديدين ماشي غريب، مدينه ديال الثقافه وديال التثقيف وديال المثقفين في هذا تبارك الله هذا المسرح اللي كيذكرنا مسرحنا اللي في الدار البيضاء. جينا وحنايا يعني
كتسبقنا ايادينا وكتسبقنا يعني خطواتنا باش نعانقوا اصدقائنا اللي جاوا ملؤوا بكل حراره هذه القاعه. وحسينا ومني كنشوف كل نوبه كنشوف اصدقاء كانوا في الصفوف الاماميه كتزيدني شحنه ضوئيه باش نعطوا اكثر. شكرا لكم. انا بغيت نقول للمغاربه ان الحمد لله نحافظوا على مغربنا ونتمسكوا به لانه البلد الامن مهما حاولوا انهم يزعزعوا ثقتنا فيه ابدا كيبقى بلادنا البلد اللي كنفتخروا به وكان ان شاء الله كنعتزوا به. غنقول ان انا شخصيا لي شيك يا وطني في قلبي وطن فلتدوم ايها الوطن ودوم برجيلاته وشبابه وبرجاله وبعيالاته وسنه سعيده لكل المغاربه ومن خلال المغاربه جميع 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 يعني اينما كان الانسان في اي وطن. شكرا لكم الحوار على هذا. شكرا لكم.